بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك. أنا ساكن بالشام، بجوز أعطي فطرة بغير محافظة. هلأ دائما الفطرة، زكاة الفطر، أنه عند الحنفية يجوز أن يعطي الإنسان الفطرة لغير محافظته إذا كان يجد أن تلك المنطقة هي أكثر حاجة وأكثر ضررا من منطقته. فإذا كانت الحاجة أكثر عند الحنفية يجوز. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أذهب إلى فاصل ثم أعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك. إذا سمحت شغي، بدي أسألك سؤال. تفضلي. أنا العفو منك، أنا دورتي بدها 4 أيام لتجي. هلا أنا كل سنة بيصير معي هيك وعلى طول، بس هلا عم شوف العفو منك بشرح قبل الدورة بكم يوم، هلا هدول بدي صوم وصلي فيهم ولا لا؟ هلا إذا قبل موعد الدورة تبعك وأنت إلك عادة معروفة، فهدول بيكونوا نزيف، يعني بتصومي وبتصلي فيهم. إيه، لو قبل ب4 أيام؟ ولو قبل 4 أيام عادي، وبقرأ بالقرآن وعادي كله تمام. ماشي، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. إن شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم. تفضل. إذا زوجي بده يعطي زكاة المال، في يعطيها لوالدتي؟ هلا زوجك بيصير يعطي حماته، يعني أم زوجته، بجوز يعطيها من الزكاة. يعني هي لا من أصوله ولا من فروعه، يجوز أن يعطيها من الزكاة. طيب، شكرا لك. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا شيخ، كل سنة وانت سالم. أنتو سالمين يا هلا. شيخ، هلا بابا ما بيقدر يصوم، ماما تدفع له الفطرة ليخلص رمضان ولا بيصير من هلا؟ بيصير من هلا وبصير ليخلص رمضان، اثنين جائزين، ومن هلا أفضل. يعني بيصير من هلا. اي، بيصير من هلا. والشيخ والرزاز بفطر؟ هلا الرزاز يعني هذا اللي بيدخل للتمه هيك عن طريق البخاخ. لا، جهاز بنحط وبخار. تمام، بيدخل رزاز هلا هذا على مذاهبنا يعني بيفطر، لكن في اجتهاد للمجمع الفقهي انه ما بيفطر. بس افضل انه بعد الفطور. نعم، بعد الفطور اكيد ما بيفطر. يعني انه افضل. الأفضل. إيه نعم. وشيخ، أنا وقت بقرأ قرآن أوقات بقرأ بعيوني مو بلساني، بيجوز؟ هلا بيجوز، بس ما اسمها قراءة هي. عن جد؟ إيه نعم. إنه أحسن بالواحد يقرأ. يعني ما اسمها قراءة، القراءة بده يكون في سماع، إنك تسمعي حالك، هي اسمها قراءة. هذيك اسمها قراءة نفسية أو قراءة قلبية، يعني حتى لو واحد بالصلاة وعم يصلي لوحده بس عم يقرأ بقلبه، يعني ما عم يسمع بأذانه، صلاته ما بتصح. يعني ما اسمه قراءة لأنه. اي نعم. تمام، شكرا كثير. اهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك، بس بدي اعرف زكاة الفطرة بتدفعها مال ولا طعام؟ هلا على المذاهب الثلاثة بدك تدفعها طعام، من عدا الحنفي. الإمام أبو حنيفة أجاز دفع القيمة وقال تنظر الأحوج للفقير، هل هو محتاج أكثر للمؤن ولا محتاج للمال؟ فإن كان للمؤن بصير مؤن، إن كان للمال فيجوز، وأجاز دفع القيمة. إذن الإمام أبو حنيفة أجاز دفع القيمة، وتكون القيمة مال. أما الأئمة الثلاثة حصروها بقوت البلد، يعني تعطيه كليين ونص رز مثلا، تعطيه وهكذا، عدس، معكرونة، يعني قوت البلد اللي بتاكل منه. باخذ اتصال. الو. اذا باخذ اتصال من الفيسبوك. انا موظف عندي 9 اولاد وبيتي اجار وبناتي 2 عم يشتغلوا لنعيش، هل ادفع الفطرة
يعني انت بهالحاله لا عندك نصاب وانت فقير وما عندك مال ولا عندك شيء، على المذهب الحنفي لا يجب عليك دفع زكاه الفطر لانك لا تملك النصاب. باخذ اتصال. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بس كنت بدي اسالك شيخي عن الزكاه هاي السنه. طيب تفضلي. يعني قديش فينا ندفع زكاة هاي السنة عن الشخص؟ يعني بتقضي زكاة الفطر؟ ايه. هلا زكاة الفطر طهرة للصائم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الشخص 15,000 ليرة سورية. كل شخص 15,000 ليرة سورية. باخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك. يا هلا. لو سمحت بدي اسالك، هلا انا معي نصاب الذهب، معي اكثر من 85 جرام. تمام. ومشكلين بين 21 و18 و14 و12. تمام. هلا بس انا ما معي هون مصاري اني طلع الزكاه عليهم، يعني هن هدول كل شيء معي اياه، ولكن مصاري نقد ما معي اني طالع الزكاه عليهم. تمام، يعني تقريبا قديش بيطلع الزكاه عليهم؟ شي مليونين. مليونين يعني هدول بتقسطيهم طول السنة على مهلك شوي شوي. كل ما بيزد له معك 100,000 عطيها هي من الزكاة. أيوه. شهر ثاني شوي شوي لآخر السنة بتلاقي حالك مخلصة وانت على المرتاح ومالك متضايقة. أيوه. والله بيبارك لك فيهم ان شاء الله. طب هلا انا ما كنت بعرف، انا قبل هلا ما كنت بعرف انه لازم يطلع عليهم زكاة، لازم ادفع عن السنين الماضية، احنا عندي اياهم من زمان. هلا هذا على المذهب الشافعي يمكن له حل انه ما بتدفعي عليهم. ما بدفع عليهم على المذهب الشافعي، لكن على الحنفي لا بدك تدفعي. لازم احسب يعني كل السنين من وقت ما قليتهم لهلا. تمام. طيب كمان سؤال اخير دكتور. بالنسبه ل اذا بدي اعطي هاي المبلغ هذا، يعني اذا كونه بيطلع عليهم زكاه، فيني اعطيهم لابني هو طالب علم؟ ايه بيصير تعطي ابنك. ما في مشكله. لانه انت ما يجب عليك ان تنفق عليه، ابوه موجود مو هيك؟ تمام. ايه فأنت ما يجب عليك أن تنفق عليه، فبجوز تعطي زكاة كمان هذا على المذهب الشافعي. تمام، مشكور. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. يا ميت هلا دكتور. سؤال، هلا إذا عم نحن عم نقدم المغرب بتلاقي في ضوء لسه برا، يعني كأنه سمعت مد منيح، استنى شوي ولا نفطر دغري وقت بيقول الله أكبر. هلا نحن المعتبر عنا هو غياب قرص الشمس، هذا هو المغيب. نعم. وهلا بيبقى في شيء اسمه الشفق الاحمر، بيبقى في شيء، هلا هذا ما هو مشكله عندي، يعني بتلاقي الدنيا ضاويه لسه، بس هو مثل الصبح لسه ما شرقت الشمس، ما اشرقت الشمس، لكن بنسميه حاله الاسفار، يعني اسفر جدا بمعنى تضحت هيك المعالم اكثر، بس لسه ما طلعت الشمس. هذا ما في مشكلة عندي، بفطر إذا تيقنت من غياب قرص الشمس، وهذا علميا فينا نحدده بالضبط أي ساعة وأي دقيقة، بيتحدد بكل سهولة. لذلك حتى الرزنامات الموجودة يعني كلها تتعمل احتياط كام دقيقة، يعني كله محتاط بعملية الإفطار، فعمليا هي الرزنامة اللي عم والأدان عم يكون في دقيقتين ثلاثة، يعني بحيث نتيقن تماما انه قرص الشمس غاب. باخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك عليك الشهر شيخنا، شلونك؟ الله يبارك فيكم ويحفظكم. الله يخليك شيخي. سؤال، زكاة الفطر. نعم. هل يجوز انه ندفع حاليا؟ يعني انا سمعت انه لازم قبل الصلاة. هلا يعني بجوز تعملها في مذاهب، المذهب الحنفي بجوز تدفعها حتى قبل رمضان. في أيوة. مذهب انه من اول رمضان بجوز تدفعها، في مذهب بيقول قبل رمضان بيومين تبدأ، لكن بينتهي وقتها عن صعود يعني خطيب العيد. فالافضل من هلا تطالعها وتريح بالها. هو انا اقصد انه قالوا لي ما بجوز تدفع انا بالشهر، يعني انا جيت اول يوم قلت الوضع سيء، شفت على العباد يعني. نعم. انه نعطيهم اياها يستفيدوا منه برمضان، ولا قريت انه لا لازم قبل الصلاه طالعها. لا، هي يعني اجتهادات، هي اجتهادات، لا بجوز، والافضل انه تبكر فيها
لأنه بتقدر توصلها للمحتاج برياحة. ما إذا حصلت حالك قبل صلاة العيد وين بدك تروح؟ وين بدك تلاقي هالناس؟ وين قصة صعبة كتير. الله يجزاك الخير شيخ حبيبي. أهلا وسهلا. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، أذهب إلى فاصل ثم أعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون المشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، أهلا وسهلا. الله يجزيك الخير على هالبرنامج، كثير عم نستفاد منه. بس عندي كم سؤال بدي أسألك، لو سمحت جاوبني من بعد ما أستشكر. حاضر، تفضلي. إيه دكتور، هلا أذان الصبح ليش في أذانين؟ وعندي كمان غير سؤال، إنه سورة ياسين سلاما قولا من رب الرحيم، إنه منقولها ثلاث مرات، يعني أنا ما كنت بعرف، كنت أقراها ما كنت بعرف، من جديد عرفت إنه هيك لازم نقولها. وهلا سورة البقرة، هلا أنا بقراها كل يوم بس ما بنويها عشي، إنه أنا ما بعرف إنه لازم ننويها عشي أو لازم أنويها. وعندي سؤال أخير، إنه ليش الرسول عليه الصلاة والسلام نقول له النبي الأمي؟ يعني ما بيعرف يقرأ، ما كان يقرأ قرآن وهيك؟ بس هدول. الله يعطيك ألف عافية. الله يبارك فيك، يا أهلا وسهلا. هلأ سألتي عدة أسئلة، إن شاء الله نتذكرهم كلهم. أنه لما بنقرأ سورة ياسين بنقول سلام قولا من ربي الرحيم ثلاث مرات. هلأ يجوز أن نقولها مرة، لكن هذا يعني جرى العرف عليه من أهل الله أنه بيكرروا هالآية، لأنه فيها سلام قولا من ربي الرحيم، يعني كأن الله ينزل السلام علينا. فلو قريناها مرة ما في أي إشكال. إنه سورة البقرة لازم أنويها على الشيء؟ لا، بس هي سورة البقرة في البيت بتطرد الشياطين. يعني إذا قرأت سورة البقرة في بيت لا تدخله الشياطين ثلاثة أيام كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفجر ليش له أذانين؟ هي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ بها الشافعية والحنابلة، أنه في أذان ابن أم مكتوم وابن أم عبد. يعني الأذان الأول بيجي قبل بساعة، والأذان الثاني هو عملية تذكير مشان الإنسان يقوم يهيئ حاله للقيام ويجهز نفسه بالتهجد والاستغفار. والأذان الثاني هو أذان الفجر الحقيقي، هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذان ابن مكتوم، أذان ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. ما بعرف إذا لسه في سؤال أنا نسيته من الأسئلة اللي أنت قلتيها، بس اللي متذكرون هدول. والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. باخذ اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم، يا هلا. رمضان كريم يا رب. علينا وعليكم على الجميع. الله يخليك. سؤال شيخ، هلا عندنا ثلاث أسئلة حوالين الوضوء. بالنسبة لوضوء الطهارة، بيصير إنه واحد إذا على العجلة أحياناً إنه يصلي فيه، يعني يعتبر إنه ضل متوضي هيك، ولا بيعيد الوضوء، وضوء الصلاة لحاله؟ ما فهمت عليك السؤال. وضوء الطهارة. شو يعني وضوء الطهارة؟ هلا يعني وقت نحن مثلا انه بيكون في طهور انه لازم كمان نتوضى. يعني قصدك بعد ما يتحمم الواحد يتوضى؟ لا، اثناء مع الطهاره وقت مثلا بيت هي بده يتوضى كمان. لا، هذا مسنون. ايه تمام. طيب لو انه انسان هلا طلع من الحمام وصلى صلاته صحيحه، يعني لو كان سنه ما نفرض هو صلاته 100%، الغسل يجزئ عن الوضوء، مو نعيده. لا، ما في إعادة، لا أبدا. طيب وكمان السؤال الثاني، إنه لازم يكون مثلا بيقولوا إنه لازم يكون بالملابس، يعني ما بيصير أثناء الحمام، إنه بعد ما نخلص الحمام من الملابس بعدين إنه نرجع نعيد الوضوء، ولا ما بيأثر؟ هلا إنه ما في إعادة وضوء إحنا، حتى لو بدون ملابس مثلاً. ولو بدون ملابس إنه ما في إعادة وضوء. والكلام أثناء الوضوء مضطر الواحد يحكي أحيانا مكروه. مكروه كله ضمن المكروه، يعني اللي غير الحاجة مكروه، كله صحيح. نعم. لكن مكروه. نعم شيخ، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخي. الله يعافيكم، يا أهلا وسهلا شيخي. بس بدي أسألك على الفطرة. ايه تفضلوا شيخي. في أختي بس ما في عندها معيد لها، زوجة كبير بالعمر وما في عندها حدا، بجوز أعطي الفطرة لها؟ يعني بدك تعطي أختك مو هي؟ إيه جائز، ما في إشكال، وبالعكس في أجر وثواب أكثر.
لما الواحد يتفقد أهله ويتفقد جيرانه يعني الأجر بيكون أكبر. شيخي وبعد إذنك، أمي كمان أرملة ما في عندها يعني لا ولد ولا حد يصرف عليها، بجوز أعطيها؟ بنتك هي؟ أمي. لا أمك ما بيصير، هاي أمك بدك تنفقي عليها إنفاق، بتقيمي عند أمك وبتطعميها، يد البر هذا هيك، أما تعطيها صدقة واحد بيتصدق على أمه ما بيجوز. شيخي في بيت سلفي كمان هو متوفي وعنده أولاد قصر، بجوز نعطيها لهم إيه كمان؟ أكيد أكيد بجوز تعطيه. مشكور شيخي، يعطيك ألف أهلا عافية. وسهلا ومرحبا، باخذ اتصال. ألو ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك يا رب، كيفك دكتور؟ الحمد بارك لله، بارك طاعتك جميعا إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. الله يخليك يا رب يا دكتور. دكتور بدي أسأل حضرتك سؤال. هلأ في حال أنا يعني في مثلا بحضر أنه صار موتي يعني، ففي أخذت ناخد ختم. هلأ الدنيا رمضان، مثلا أنا سويت ختمة وأنا بسمع أنه مثلا في مثلا يعني دكاترة الشيوخة بقولوا أنه بقولوا أنه مثلا أنت لما بدك تنوي بدك تدعي برمضان، ادعي دعوة واحدة أو دعوتين مشان يستجاب أكثر، يعني أنه يعني تزيدي على رب العالمين بالدعاء. يعني هو سؤالك انه بس تختمي الختمه بتدعي مشان الله يستجيب، مو هيك؟ انه عنيه وحده. هلا انا لا ما سؤالي شرط، انه انا اعملي على اكثر من نيه. هلا بس لحظه دكتور، انه انا مثلا هل دعاء بدعي مثلا تنجح بنتي اذا ما دعيت انه هالختمه هديتها لروح فلان اللي ميت بقل اجري بالدعاء انه بالاستجابه الا نفس الشيء؟ لا نفس الشيء، بالعكس نحن عم نطلب من كريم. هلا الدعاء عند ختم القران مستجاب، ورد انه الدعاء عند ختم القرآن مستجاب، فلحنا عم نطلب من الكريم. الكريم هو الله سبحانه وتعالى، كتري واطلبي قد ما بدك، الوحيد اللي بتطلبيه بيفتح لك بابه هو الله، ايمتى ما طلبتيه بتلاقيه. وملوك الدنيا ما بتحسني تاخدي منه موعد، يمكن بعد اشهر ولا ايام ولا اسابيع، وزعد معك بيقعد معك لحظة، لكن ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى فاتح بابه بالليل وبالنهار، بابه لا يغلق. ايمتى ما قلت يا ربي لك لبيك عبدي، فاطلبي وكتري، عم تطلبي من الكريم، والكريم ما في حد لعطائه، فقد ما بدك اطلبي وكتري النيات وهبي قد ما بدك، والله سبحانه وتعالى يجزي لنا ولك العطاء ان شاء الله. باخذ اتصال. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير، يا اهلا وسهلا. عندي سؤالين اذا بتريد بتجاوبني من الهاتف، انا بدي انتم على الهاتف لو سمحت. يعني بعد ما تسكر تقصد؟ مباشرة. مباشر على راسك. اذا تكرمت علينا. سيدي اول سؤال مشان الارزاز، يعني هل يفطر او يعني او بالنسبة للرزاز هذا اللي بيدخل للجوف يعني تبع الاكسجين، مهم؟ لا مو اكسجين، هو مع بيحطوه على الانف، مع الانف والفم سوا، في محلول يعني، هو في محلول مثلا في نص سنتي دواء مع 3 سنتي فرضا محلول، بيبخن بشكل يعني كالدخان يبخن هيك على الانف. تمام. هذا عند الأئمة كلهم بيفطر. نعم. لكن عند يعني في اجتهاد للمجمع الفقهي انه ما بيفطر. نعم. بجوز تاخذ فيه، بس انا مع القول الاول، يعني انا نعم. ارجح القول الاول انه بيفطر وصاحبه بيصير معذور. نعم. يعني نعم. اذا الحالة مستمرة معه وما بتنقطع ابدا هذا معذور بيدفع كفارة. طيب. واذا مرة واحدة بيقضيه بعد رمضان ما في مشكلة يعني، واذا قادر يأخره لبعد المغرب بيصير. لانه في محلول وعم يدخل على الجوف. طبعا المجمع الفقهي قال ما بيفطر، في قلد، انا ما عم اقول انه غلط يقلد، لكن انا رايي مع الاول. نعم. السؤال الثاني اذا تريد تفضل. مش بالنسبه للصلاه، اذا انسان عم يصلي الفرض وهو قائم يعني حال القيام، اتته وساوس مثلا هيك وساوس شديد جدا، بيصير ياخذ اليسار ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ام يتابع ويسجد سجود السهو بالاخير مثلا؟ هلا يتابع ولا يسجد للسهو مهما أتته، يعني بده يدفعها عنه هيك بالتركيز في الصلاة، لأنه الشيطان قال لرب العالمين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني الشيطان بدك تلاقيه على مدة الصلاة، الشيطان بدك تلاقيه بالجامع، بدك تلاقيه بكل عمل خير مشان يصرفك عنه. أما بالعمل السيء هو صاحب العمل، هو صار شيطان، الشيطان بيتركه ما عاد له شغل فيه. شيطان بيدور على الأتقياء والصالحين ليغويهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلحنا قد ما أجى الشيطان علينا بدنا نركز، يعني
وبنحاول هيك نستحضر، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيتقبل منه. الله يجزيكم خير، شكرا لكم. اهلا وسهلا ومرحبا. باخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك يا هلا. ذكر شيخنا، انا بدي اسالك انه انا اخي عسكري، بيجوز اعطي الفطره تبعي انا وجوزي وولادي؟ يعني تعطي انت الفطره تبعك لاخوك؟ ايه تمام. ايه بيجوز، بيجوز، ولكن الاجر والثواب المضاعف. يعني زكاتك. تفضلي. حماتي معها التهاب اعصاب وما بتقدر تحط ايديها وكواعها، بتضلوا هيك مرفوعين على الارض وقت بتركع بتصلي بالصلاه. هلا ليس على المريض حرج، اذا في مرض ما بتقدر تحط ايديها على الارض هي معذوره. كيف بتسجد لكان؟ ماشي، سلم ايديك. لا السؤال كيف بتسجد؟ بتسجد بس ما تحط ايديها هيك كلهم على الارض، يعني ما بتقدر تحطهم وتركع عليهم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الله يكتب لها الشفاء والعافيه، صلاه صحيحه. يعطيك العافيه. والله يعافي ويشفي جميع المرضى ويرفع البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء، يفرج عنا ما أغمنا وما أهمنا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات. مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.